الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. هكذا نتواصل والتحديات متواصلة من أرضية ميدان التحدي لسباقات الهجن العربية الأصيلة. ينطلق شوطنا الحادي عشر بحفظ من الله تعالى ورعايته، حاملا في طياته اللقايا الأبكار الأربعة كيلومترات، هي الحاضرة والمحددة مسار هذه الانطلاقات الصباحية المتميزة. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام مع هذا الشوط، مع هذه الشعارات أيضا والأسماء المشاركة في هذا الانطلاق الرائع والجميل. مباشرة هناك مع البداية وصدارة هذا الشوط، مع التي تفتتح النداء مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. من تأتينا مع البداية، هنا شعار الكواري من يقدم لنا أيضا هذا الانطلاق الرائع والجميل مع البداية وصدارة هذا الشوط. بينما أتابع المركز الثاني مشاهدينا الكرام مع انطلاقة ضجة، هنا مع المركز الثاني سالم بن محمد بن سالم بن علي الحنزاب مع المركز الثاني. المركز الثالث وصول التقدم مشاهدينا الكرام مع انطلاقة الحاسمة لهادي بن حمد بن هادي البريدي المري. بينما رابع التحديات وصول وقدوم هناك أيضا من مودة لمحمد بن سالم بن جابر الحنزاب المري. بينما أتابع المركز أيضا الخامس مشاهدينا الكرام وصول وقدوم هناك من منحاف لعبد الله بن راشد بن سيف الجفالي النعيمي. ولكن نعود مع البداية مشاهدينا الكرام، مع البداية هنا طرق مع البداية لعبد العزيز بن جاسم بن ربيعة الكواري. إذا شعار بن ربيعة الكواري من يقدم لنا هذا الحضور وهذا الاسم الكبير هناك مع البداية وصدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني يتابع الوصول القدوم مشاهدينا الكرام مع انطلاقة هنا أيضا ضجة لسالم بن محمد بن سالم بن علي الحنزاب مع ثاني التحديات. بينما المركز الثالث يتابع هناك تقدم ووصول من شعار البريدي من يقدم لنا أيضا هذا الاسم مع الحاسمة هادي بن حمد بن هادي البريدي المري. بينما ثالث التحديات وصول وقدوم مشاهدينا الكرام مع انطلاقة مودة محمد بن سالم بن جابر الحنزاب. بينما رابع التحديات الوصول والقدوم من منحاف عبد الله بن راشد بن سيف الجفالي النعيمي. بينما المركز الخامس أتابع وصول وتقدم هناك من المركز الخامس مع انطلاقة مغادر المبارك بن محمد بن هادي الجربوعي المري مع خامس المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام. ها هي النتيجة وندانا الثاني لخمسة المراكز الأولى المتقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط. ولكن أتابع شعارات كبيرة أيضا وأسماء لامعة تشارك في هذا الشوط ما شاء الله. تابع أيضا هذا السيل القارف من الأبكار اللقاية القادمة في مسار وتحديات هذا الشوط. ولكن عودة مع البداية، عودة مع المركز الأول هناك مع البريدي الذي بدأ يغير مع الحاسمة هادي بن حمد بن هادي البريدي المري. بدأ يغير وينطلق نحو الصدارة. ولكن تابع وشوف الوصول، تابع وشوف الوصول. هنا العنود تصل شقران بن زيد بن راشد آل بحيح المري من وصل أيضا مقدما لنا شعاره وانطلاقة هنا أيضا هذا الاسم العنود. بينما أتابع أيضا وصول وقدوم مشاهدين الكرام مع انطلاقة المعجزة جابر بن حمد بن جابر البريد المري من وصل أيضا ويقدم لنا هنا المعجزة مع المركز الثاني. المركز الثالث وصول من بلشة خليفة بن جاسم بن خليفة بن طوار الكواري من يصل مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول وقدوم مشاهدين الكرام هنا من تصل وصل شعار أيضا هنا ممثل السلطنة مقدما لنا شعاره المتميز مع المركز الخامس والرابع في هذا المساء. من تصل هنا خيال مشاهدين الكرام بشعار حمد بن محمد بن سالم الوهيبي أو سعيد بن محمد بن سالم الوهيبي من يصل مع المركز الرابع. ولكن نعود مشاهدين الكرام، نعود مع البداية. الله يا سلام، البداية مع بلشة خليفة بن جاسم بن خليفة بن طوار الكواري مع البداية وصدارة هذا الشوط مع الأمتار الأخيرة والمجنونة. ولكن هناك شاهد الوصول، تابع القدوم يا سلام، وصل شعال البرنس من يقدم لنا أيضا هذا الحضور المتميز مع تنويه محمد بن طالب بن محمد بن عقيل النابت. وصل وغير بدوره إلى صدارة الشوط مع المركز الأول. الله
الله يا سلام. ولكن المركز الثاني العنود شقران بن زيد بن راشد آل بحيح المري، والمركز الثالث وصلت المعجزة جابر بن حمد بن جابر آل بريد المري، ولكن البرنس وشعاره المتميز مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. سلام لبرنس سلام على هذا الأداء المتميز والجميل الذي قدم لنا تنوي مع هذا الشوط. أسعد الله صباحك يا جار الله بن محمد بن طالب بن عقيلة النابت الذي قدم لنا أيضا هذا الاسم مع المركز الأول. تهانينا والناموس. المركز الثاني، المركز الثاني الوصول مشاهدينا الكرام من العنود لشقران بن زيد بن راشد آل بحيح المري، والمركز الثالث، المركز الثالث وصلت المعجزة لجابر بن حمد بن جابر آل بريد المري، والمركز الرابع، المركز الرابع وصول من في لأحمد بن عيسى بن حمد بن محمد الكعبي، والمركز الخامس، المركز الخامس كان الوصول القدوم مشاهدينا الكرام من مصيحة لصالح بن فرق بن حسين بسيقان المري. هكذا مشاهدينا الكرام تابعنا هذا الشوط حيث كان شعار البرنس حاضرا مع الموعد ليهدي هذا الناموس وهذا الانتصار إلى محمد بن طالب بن محمد بن عقيل النابت. وهناك ما تشاهدونها على شاشة قناة الريان الفضائية مع التوقيت الزمني لحظة وصول إلى خط النهاية 6 دقائق 11 ثانية، 6 دقائق 11 ثانية، 35 جزء من الثانية. تهانينا والناموس مشاهدينا متابعينا الكرام لمحمد بن طالب بن محمد بن عقيل النابت على هذا الفوز. بينما المركز الثاني كان الوصول هناك مشاهدينا الكرام مع ايضا العنود وتوقيتها الزمني 6 دقائق 12 ثانية، 50 جزء من الثانية. تهانينا والناموس شقران بن زيد بن راشد آل بحيح المري على هذا الفوز. بينما المركز الثالث، المركز الثالث كان الوصول هناك من المعجزة وتوقيتها الزمني 6 دقائق 12 ثانية، 66 جزء من الثانية. تهانينا والناموس الجابر بن حمد بن جابر آل بريد المري على هذا الفوز وهذا الانتصار.